وتشهد الفترة الراهنة انطلاقة كبيرة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، سواء في قطاعات التجارة أو الاستثمار أو التعليم أو التدريب الفني. وخلال عام 2021 شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.2 مليار يورو. العلاقات المصرية الألمانية علاقات تاريخية واستراتيجية تستند إلى شراكات ناجحة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. فزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى إلى ألمانيا عام 2015 مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتنموية والعلمية والثقافية، امتد إلى قطاعات جديدة تشمل الطاقة والنقل وصناعة السيارات والتحول الرقمي. خلال عام 2021 شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.2 مليار يورو، كما بلغ حجم الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 2.9 مليار دولار، الأمر الذي يشير إلى أن مصر أصبحت ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط. وفيما يخص الصادرات المصرية لألمانيا، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الصادرات المصرية لألمانيا لتصل إلى 848.2 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 646.1 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 31.3%. وفي مايو الماضي شهدت الدولتان حدثاً تاريخياً تمثل في توقيع الحكومة لعقد القطار الكهربائي السريع مع شركة سيمنز الألمانية، وهو الاتفاق الأكبر تاريخياً للشركة الألمانية منذ نشأتها. وستتكون هذه الشبكة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال نحو 2000 كيلومتر بعدد 60 محطة، وستربط نحو 60 مدينة مصرية لتجعل من مصر 6. أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم. وتعتبر مصر علاقات الشراكة مع ألمانيا بمثابة محور أساسي للعلاقات المصرية مع أوروبا بالنظر لمكانة ألمانيا وثقلها كدولة أوروبية كبرى، وهو ما ظهر في الانخراط الألماني القوي وغير المسبوق من خلال شراكتها الكبرى في خطط التنمية الطموحة التي نفذتها مصر في السنوات الماضية.